تركيا تزف للعالم أول قطار تجاري قادم من باكستان، قطار عابر للقارات. أكدت الحكومة التركية وصول أول قطار شحن إلى تركيا قادماً من باكستان، وذلك في إطار مشروع خط قطار إسلام أباد إسطنبول. ودخل المشروع الذي دشنته باكستان وتركيا حيز التنفيذ عام 2009، وتم إيقافه عام 2011 بسبب تأخير في باكستان، ليستأنف رحلاته عبر القطار المذكور الذي انطلق من إسلام أباد في 21 ديسمبر كانون الأول الماضي. وتبلغ مسافة الخط الحديدي في مشروع خط قطار إسلام أباد إسطنبول 6543 كيلومتراً. ومع وصول القطار إلى المحطة القديمة بأنقرة، نظمت اليوم احتفالية له خاصة بعدما انطلق من العاصمة الباكستانية. وأوضحت المصادر أن وزير النقل والبنية التحتية عادل كرا إسماعيل أوغلو والنائب الباكستاني مهزوم زيد كريشي إلى جانب عدد من المدعوين قد شاركوا في الاحتفالية.